بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. بين الشيم والفيم تسكن الحقيقة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 685 من برنامجكم ملك وكتابة، واللي بدأ المهندس عادل النهاردة بداية فلسفية شوية. شوف يا أستاذ إبراهيم، نحن نعيش في أكبر محاولة لتزييف الحقيقة وتغيير الواقع، لكن التفاصيل هتيجي في ميعادها. أنت عندك فقرة هشرح لك معنى هذا الانترو. إبراهيم، طيب هنشوف بقى أبرز عناوين هذه الحلقة المهمة اللي إن شاء الله تستمر مع حضراتكم حتى الواحدة بإذن الله. مقالي ومقاله، الهم الأول والأخير مغازلة الجماهير. الغربال في كشف المخسوف وكسف المكشوف. بعضمة لسانه كده برضه خرمت الأذون يا أهلي. الشموع الحمراء الأمير عبد الله الفيصل. أسرار الملك وائل جمعة الصخرة. وأخيراً مجلتنا اليوم ومن 40 سنة.